الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان التطورات في قطاع غزة هاتفياً ويشددان على ضرورة العمل لتجنب توسيع دائرة الصراع بالمنطقة. الرئيس السيسي يؤكد لوزير الخارجية الأمريكية رفضه لمحاولات تهجير الفلسطينيين، وبلينكن يطلع الرئيس السيسي على نتائج جولته بالمنطقة. للمرة الأولى إسرائيل في لاهاي تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقواتها في غزة تواصل ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة بقطاع غزة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال استعرض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي شدد على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها. كما أكد متحدث الرئاسة أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، حيث تم التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اضلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية لإدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بقطاع غزة وإنقاذ أهالي القطاع من المعاناة الغائلة التي يتعرضون لها. وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأمريكي نقل تحيات وتقدير الرئيس بايدن للسيد الرئيس، منوها بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث حرص وزير الخارجية الأمريكي على إطلاع السيد الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل. وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يعالج جذور الوضع الراهن ويمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
وقد توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع، مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة. زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة جاءت في ختام جولة له في المنطقة لبحث سبل إنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين. وخلال جولته أكد بلينكن تأييد واشنطن لاتخاذ خطوات ملموسة لإقامة دولة فلسطينية، مشددا على أهمية تفادي اتساع نطاق الحرب في غزة إلى المنطقة. لم تحمل جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة الكثير على صعيد إنهاء الحرب، لكنها حملت تصريحات متكررة بشأن تأييد مواقف واشنطن إزاء الأزمة. في زيارته الرابعة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب، أكد بلينكن خلال محطته في رام الله حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأييد بلاده لاتخاذ تدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية وأهمية تفادي اتساع نطاق الحرب، كما دعا إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدة لقطاع غزة. حديث بلينكن وعباس تطرق أيضا إلى ما قال بلينكن إنها عملية إصلاح السلطة الفلسطينية وسياستها وإدارتها بهدف إعادة توحيد غزة والضفة تحت قيادة فلسطينية. خطة ما بعد الحرب كانت الشغل الشاغل لبلينكن خلال زيارته، إذ أشار إلى أهمية العمل لمساعدة قطاع غزة على تجاوز المرحلة الراهنة لضمان أمن إسرائيل وتوفير مسار للفلسطينيين يؤدي إلى إقامة دولتهم. كما كان إطلاق سراح المحتجزين خاصة ممن يحملون الجنسية الأمريكية على أجندة بلينكن. أما فيما يتعلق بسير الحرب، فلم تتغير اللهجة الأمريكية في ظل عدم المطالبة بشكل مباشر بوقف إطلاق النار، واكتفى بلينكن بمطالبة نتنياهو بالحد من الأضرار المدنية. قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إنه يهدف للتوصل إلى سلام يضمن الشعب الفلسطيني التعايش بالسلام، مؤكدا أن موقفه يتعلق بالدفاع عن المبادئ التي تحقق العدالة للفلسطينيين. وخلال مؤتمر صحفي عقب رفع محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات مقاضاة إسرائيل بتهم إبادة جماعية في غزة، شدد الفريق القانوني على أنه ليس هناك إفلات كامل لإسرائيل من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المناظر المروعة التي شاهدناها في غزة حولت القطاع إلى قبر كبير. العالم لم ينجح في وقف أعمال الإبادة الجماعية التي تتكشف أمامنا في غزة، والأسرة الدولية تتبنى موقفا سلبيا تجاه تلك المجازر والمذابح النساء والأطفال في مخيمات اللاجئين وفي المدارس وفي المستشفيات، استهدفوا ما أدى إلى ما تسبب في أزمة إنسانية، ونحن نطالب بشكل قاطع الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتفعيل مادة النادر استخدامها، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. و الأمين العام أنطونيو غوتيريس في 6 ديسمبر طالب مجلس الأمن بالقيام بما هو لازم لمنع كارثة إنسانية هائلة. ومع بدء جلسات الاستماع، أكد وزير العدل بجنوب إفريقيا رونالد لامولا إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية. وشدد ممثل جنوب إفريقيا أمام المحكمة على أنه لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة أن يقدم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية. في 6 أكتوبر 2023 وكل يوم خلال عام 2023 قطاع غزة على الأقل قامت إسرائيل بالسيطرة من خلال الجو والبر والبحر وبقطع المياه والكهرباء والبنى التحتية،
والدخول والخروج من غزة ممنوع بشكل كبير، حيث أن إسرائيل لديها نقاط تفتيش وتستمر في السيطرة بشكل كبير، وذلك على أرض غزة. إسرائيل لا تزال معتبرة من قبل المجتمع الدولي تحت الاستعمار من قبل إسرائيل، ونقوم بإدانة استهداف المدنيين وحماس والمجموعات الفلسطينية الأخرى. لا يوجد أي هجوم بغض النظر، حتى وإذا كان الهجوم الذي أدى إلى فظائع لا يعد مبررا أو دفاعا لأن نصل إلى خرق هذه الاتفاقية. هذا ويستعد الفريق القانوني لدولة الاحتلال للوصول أمام محكمة العدل الدولية في جلستها الثانية في لاهاي للرد على اتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية. وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت جلساتها لنظر دعاوى قدمتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام المحكمة بأنها دفعت أهالي غزة إلى حافة المجاعة، وأن إسرائيل ارتكبت منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصارا على قطاع غزة، مشيرة إلى أن مستقبل الفلسطينيين يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية. هذا ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة. هذا وأثنى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية على الخطوة التي قامت بها جنوب إفريقيا بشأن رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وخلال وقفة تقدير لخطوة جنوب إفريقيا في ميدان نيلسون مانديلا برام الله بحضور أعضاء من منظمة التحرير وعدد من الشخصيات الرسمية والوطنية، أكد أشتية أن فلسطين قضية كل العالم الحر، مؤكدا أن إسرائيل تقف متهمة أمام محكمة العدل الدولية مثلما هي متهمة في شوارع كل العالم. من أمام هذا الصرح لنيلسون مانديلا أدعو جميع الفلسطينيين في كل أنحاء العالم إلى التظاهر تأييدا لطلب جنوب إفريقيا في كل العواصم. من أمام صرح نيلسون مانديلا الذي بقبضته يصرخ بقوة: عاشت فلسطين، عاشت جنوب إفريقيا، عاشت الصداقة بين الشعوب، وحتما سننتصر. إن الجرائم حقيقة، وإن الفلسطيني على حق، وأن الحق سوف ينتصر على الحقيقة. عاشت جنوب إفريقيا، عاشت فلسطين، النصر لشعبنا، وستقف إسرائيل متهمة غدا إن شاء الله. في المقابل أكد البيت الأبيض أن مزعم الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب إفريقيا كاتهامات ضد إسرائيل لا أساس لها من الصحة. كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أن بلاده تعتبر قضية جنوب إفريقيا المرفوعة على إسرائيل ما هي إلا وسيلة لتشتيت العالم عن الجهود المهمة من أجل السلام والأمن على حد تعبيره. إلى هذا أعلن الأزهر الشريف تأييده الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا لتضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه الإرهابية بقطاع غزة المحاصر. وفي بيان له أكد الأزهر الشريف أن موقف جنوب إفريقيا هو موقف يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين الأبرياء على مرأى ومسمع وصمت من العالم كله. وأكد الأزهر تشجيعه على اتخاذ مواقف مثيلة ومشرفة لموقف جنوب إفريقيا، معربا عن تقديره لكل الدول التي أعلنت تأييدها للدعاوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا، داعيا دول العالم لاستنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة لوقف نزيف الدماء البريئة. Yeah.
لليوم 97 يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية وصحية ومعيشية لا يتحملها بشر. ويتواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات 24 الماضية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات الأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية التي يواجهها القطاع. 97 يوما من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ولا يزال نزيف الدماء الفلسطيني يتواصل مخلفا آلاف الشهداء والضحايا ومئات الآلاف من النازحين والمشردين وسط أوضاع إنسانية وصحية ومعيشية لا يتحملها بشر. تواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات 24 الماضية، مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، ودارت اشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال جنوب شرق خان يونس. وفي وسط القطاع قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي بعدد من القذائف. وفي رفح التي أصبحت الملاذ الأخير لأهالي غزة هربا من القصف الإسرائيلي العنيف، تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية من الجو والبر والبحر. وأعلن الاحتلال الإسرائيلي انتقاله إلى مرحلة جديدة في الحرب تشمل تنفيذ عمليات أكثر استهدافا في وسط قطاع غزة وجنوبه، وذلك مع اقتراب الحرب من دخول يومها 100، وسط تزايد التحذيرات من الأمم المتحدة والمنظمات والأطراف الدولية من الأوضاع الكارثية التي يواجهها القطاع مع تواصل الحصار والقصف والمعارك. هذا وأجمع زعماء والقادة حول العالم والمسؤولون الدوليون على أن استمرار العمليات العسكرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القطاع والسيطرة عليه لا يخدم القضية، مشددين على أن الحل الرئيسي يكمن في حل الدولتين. فسلطات الاحتلال تواجه ضغوطا خارجية لما تسببه عملياتها العسكرية من عبء على المجتمع الدولي، كما تواجه ضغوطا داخلية للمطالبة بإنجاز صفقة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل منذ أكثر من 3 أشهر مع فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه، رغم استمرار هجماته الغاشمة في القطاع وعدم قدرته على السيطرة على الأرض وتكبده خسائر موجعة عتادا وعددا. ومع استمرار نزيف الدماء الفلسطينية نتيجة للعنف الإسرائيلي في القطاع، تأكدت رؤية المجتمع الدولي في أن الحل الرئيسي للأزمة هو حل الدولتين، ليكون هو الحل العادل والشامل والمستدام للقضية الفلسطينية. تزامناً مع ذلك يتضاعف الارتباك في الوضع الداخلي الإسرائيلي خاصة على المستوى الشعبي، مع تبادل الاتهامات المستمرة من كافة التيارات، فضلاً عن ظهور الخلافات بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية من جانب ومع باقي الأطراف السياسية على الساحة الإسرائيلية من جانب آخر، بينما تتصاعد الضغوط الداخلية للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع. وخلال زيارة أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية للقاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع، مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي ماكرون على أن باريس ستواصل العمل من أجل حل الدولتين، مشيرا إلى أن أمن إسرائيل لن يتحقق دون التوصل لحل سياسي للقضية الفلسطينية. في الوقت نفسه شدد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك على أن المملكة المتحدة سيظل موقفها طويل الأمد هو حل الدولتين، وعلى المدى القصير فإن ما يحدث من صراع مقلق بشكل لا يصدق. وجه جنود احتياط إسرائيليون مشاركون في الحرب على غزة انتقادات لقيادة الجيش الإسرائيلي على خلفية طريقة العمليات العسكرية والنقص في الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، قائلين إن هذا الأمر يلحق ضررا بالقتال. وأعلن موقع ولا الإخباري الإسرائيلي أن هؤلاء الجنود انتقدوا ضباطا في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لكونهم يزورونهم داخل القطاع من أجل التقاط صور توحي بأنهم يشاركون في القتال ثم يغادرون. وأعرب الجنود عن استيائهم من الجيش الإسرائيلي، حيث قالوا إن لديهم الكثير من الملاحظات بشأن القتال، وتشمل الملاحظات المعلومات الاستخباراتية التي لا علاقة لها بما يحدث على الأرض والخطط العسكرية التي لم يتم تحديثها أبدا.
التقى مستشار الرئيس الأمريكي أموس هوكشتاين رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في العاصمة بيروت. وتأتي زيارة هوكشتاين إلى لبنان في إطار الجهود الأمريكية لتخفيف حدة التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تتبادل جماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود منذ 7 أكتوبر الماضي، وما تبعها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة وتوترات في منطقة الشرق الأوسط. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. فقد شهد معبر رفح اليوم دخول أكثر من 220 شاحنة، من بينها 7 شاحنات وقود. كما استقبل المعبر اليوم 25 مصابا فلسطينيا يتم تباعا نقلهم للمستشفيات المخصصة لتلقيهم الرعاية الصحية بها، فضلا عن عودة مجموعة من حملة الجنسيات الأجنبية القادمين من غزة وفي طريقهم لبلدانهم. من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه تم تحويل 707 من الجرحى و 438 مريضا للعلاج في الخارج عبر معبر رفح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى ذلك يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. واستقبل مطار العريش اليوم طائرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية. هذا وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن 474 طائرة، من بينها 388 طائرة حملت أكثر من 12,000 طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 86 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية. نشرة أخبار 9 من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. مجلس الأمن يدعو قوات الحوثي لوقف استهداف السفن بالبحر الأحمر، والأخيرة تتوعد بالمزيد حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. أعلن عبد الملك الحوثي زعيم قوات الحوثي في اليمن في كلمة متلفزة أن أي هجوم أمريكي على اليمن لن يمر دون رد، وأضاف أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدف فيه قوات الحوثي سفينة أمريكية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، مؤكدا أنهم صاروا أكثر عزما لاستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ولن يتراجعوا عن ذلك. هذا وقد دعا مجلس الأمن الدولي في قرار إلى وقف فوري لهجمات قوات الحوثي على سفن في البحر الأحمر. القرار صاغته الولايات المتحدة واليابان، واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضوا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. وأدان القرار بأشد العبارات الهجمات التي لا تقل عن 24 واستهدفت سفنا تجارية منذ 19 نوفمبر الماضي. ويطالب القرار بأن يضع الحوثيون فورا حدا للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية وتقوض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة. وشدد مجلس الأمن في قراره على احترام القانون الدولي، مشيرا لأنه أخذ علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضد الهجمات. من جانبها طلبت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بوقف هجوم قوات الحوثي على السفن بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن تهديد حرية الملاحة يعد تحديا يتطلب استجابة دولية. التهديد الذي تتعرض له الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر يمثل تحدياً عالمياً يتطلب استجابة عالمية. إن المبدأ الأساسي لحرية الملاحة على حافة الخطر، ويحتاج الحوثيون وكل من يساعدهم إلى سماع رسالة واضحة من هذا المجلس بأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف.
من جهتها أرجعت روسيا السبب في الوضع الراهن في البحر الأحمر إلى التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، وحذر مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نابنزيا من أن أي مهد ذلك لتوسيع الصراع إقليمياً. أود أن أؤكد مرة أخرى أن هذا القرار مسيس ولا يمكن أن ينظر إليه على أنه يضفي الشرعية على العمليات في البحر الأحمر التي يقوم بها ما يسمى تحالف حارس الازدهار. التصعيد في قطاع غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي. السيناريو الكارثي جراء هذا القرار سيكون تصعيد استخدام القوة في البحر الأحمر، وسيخلق ذلك أيضا الظروف لإشعال صراع إقليمي أوسع. أكد وزير الخارجية سامح شكري على ما توليه مصر من اهتمام بالغ باستقرار منطقة القرن الإفريقي ومتابعتها للتطورات الجارية. وخلال لقاء نظيره الإريتري عثمان صالح بالعاصمة أسمرة، بحث الطرفان بشكل مفصل مشروعات التعاون القائمة والمقترحة بين الجانبين، كما تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات التي تشمل مجالات البنية التحتية والصحة والتدريب والمصائد السمكية، كما تشمل غيرها من المشروعات. من جانبه أعرب وزير الخارجية الإريترية عن اهتمامه بمتابعة التشاور مع مصر حول مختلف القضايا المرتبطة بالقارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي على وجه الخصوص. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الخيط محددات موقف الجامعة العربية من الأزمة في السودان، وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب والحفاظ على أرواح السودانيين ووحدة أراضيه وحماية المؤسسات الوطنية وإطلاق حوار وطني سوداني شامل. جاء ذلك خلال استقبال أحمد أبو الغيط مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة، الذي أعرب عن تفهمه الكامل لتلك المحددات. وأطلع الأمين العام لجامعة الدول العربية على رؤيته للتكليف المنوط به، والذي يتمحور حول تحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في السودان سواء مدنية أو عسكرية، بهدف وقف إطلاق الحرب والعودة لعملية سياسية شاملة لإنقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها. نفى مسؤول عسكري أمريكي قيام جيش بلاده بتنفيذ ضربة جوية على منصة إطلاق صواريخ قرب قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق. وقال مسؤولان بالجيش العراقي إن ضربة جوية أمريكية على منصة إطلاق صواريخ في وقت متأخر يوم الاثنين أحبطت هجوما على قاعدة عين الأسد الجوية. قال عبد الرحمن بادويو كبير مستشاري الرئيس الصومالي لشؤون السلام والمصالحة إن المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإدارة منطقة أرض الصومال الانفصالية تشكل تهديدا كبيرا للصومال وإثيوبيا وسكان القرن الإفريقي فضلا عن منطقة البحر الأحمر. وأشار المسؤول الصومالي إلى أن الاتفاقية تعيد احتمال إحياء المتطرفين والحركات الإرهابية، لافتا إلى أن الصومال قرر بناء العديد من الموانئ على طول سواحله لتعزيز العلاقات التجارية مع إثيوبيا في 4 ولايات فيدرالية، وذلك كبادرة لتعزيز حسن الجوار، مؤكدا أن إثيوبيا لجأت لخطة مخالفة ومعتدية على السيادة الصومالية من خلال محاولة الاستفادة من التطلعات المستمرة لأرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي ودعمها في هذا الاتجاه مقابل الحصول على ميناء بأراضيها. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يحدث في ميناء السخنة يعد معجزة هندسية حقيقية. وخلال مؤتمر صحفي في ختام جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار مدبولي إلى أن ميناء السخنة سيكون من أهم المواني العالمية بما يمتلكه من إمكانات ومناطق لوجستية. اللي بيحصل في ميناء السخنة النهاردة هو معجزة هندسية حقيقية. احنا بنتكلم على ميناء هيكون إن شاء الله من أكبر المواني على مستوى العالم، مش بس في المنطقة بتاعتنا، بنتكلم على 18 كيلو أطوال أرصفة عشان تخدم كل أغراض عمليات النقل واللوجستيات. والأهم الحقيقة إن النهاردة وإحنا بنشتغل وبنخلص المينا بيتم بالتوازي معها التعاقد مع أكبر شركات في العالم للشحن وتجارة الحاويات، وبيدخلوا معانا وبيستلموا
الأرصفة والمناطق المختلفة اللي موجودة في الميناء علشان ان هم يبدأوا على طول التشغيل. يعني احنا بنبني الميناء وبننشئه وفي نفس الوقت بالتوازي معاه بيتم تشغيله على طول. الأهم زي ما حضراتكم تابعتوا ان الميناء مش فقط الميناء ولكن المناطق اللوجستية اللي معاه، ومن اول لحظة ايضا الميناء بيتم التخديم عليه بشبكة متكاملة وعلى اعلى مستوى من الطرق وشبكة سكة الحديد. وهنا انا بتكلم على السكة الحديد حاجتين، سكة الحديد الطبيعية اللي هو قطارات الديزل، وكمان القطار السريع الكهربائي اللي هيبقى موجود وبيخدم على المحور اللوجستي الاكبر اللي احنا كمصر بنقول ان ده هيبقى هدية مصر للعالم، اللي هو من ميناء السخنة الى ميناء اسكندرية، وان هو يقدر ان هو يطلع كمان لغاية العالمين ومطروح. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شملت 6 مصانع مختلفة بالمنطقة، وأضاف مدبولي أن الجولة تضمنت تفقد مصنع الحديد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً لاستعراض التوسعات المستقبلية مع مسؤول الشركة. يمكن إحنا زورنا النهاردة 6 مصانع مختلفة جوه المنطقة الصناعية، بتبدأ من مستوى الصناعات الثقيلة اللي هو مصنع الحديد اللي احنا شفناه واللي بيعتبر يمكن بينتج او اكبر مصنع على مستوى الشرق الاوسط في طاقاته الانتاجية بطاقة تتجاوز 6.2 مليون طن سنويا، ده اكبر مصنع على مستوى منطقة الدول العربية والشرق الاوسط. والاهم ان هذا المصنع كان بيعرض علينا توسعاته كمان اللي هتحصل في خلال 2-3 سنين اللي جاية عشان يضيف طاقات انتاجية كبيرة جدا وينوع المنتجات اللي هتطلع عشان تخدم الصناعة المصرية وكمان يخدم التصدير. حضراتكم المصنع اللي احنا كنا فيه طبعا صباحا ده بيصدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا النهاردة في طاقاته. انتقلنا بعديها لنوعيات اخرى من الصناعة وصناعات برضو الدولة المصرية محتاجاها، صناعات متوسطة وصناعات صغيرة. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد قام بجولة تفقدية موسعة في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. استهلها رئيس الوزراء بتفقد مشروع تطوير ميناء السخنة الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي السخنة الدخيلة. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة، وزار عددا من الشركات والمصانع بالسخنة على رأسها مجموعة شركات حديد عز وشركات يانغ يانغ إيجيبت المحدودة للمنتجات، وكذلك مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية. في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية المرتبطة بمحور قناة السويس وتوفير الإمكانات والخدمات بها لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية موسعة شملت عددا من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية. في مستهل الجولة تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير ميناء السخنة الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي السخنة الدخيلة الذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب. وخلال جولته بمنطقة السخنة تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة بطول 60 كيلومتر، إذ يعد هذا الطريق محورا مهما يربط بين العديد من مناطق التنمية وعلى رأسها مواني السخنة والأدبية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما يتكامل المشروع مع القطار الكهربائي السريع ومخطط مدينة السويس الجديدة. جولة رئيس الوزراء تضمنت أيضا تفقده لمشروعات شركات حديد عز بالسخنة في إطار اهتمام الدولة بتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية المختلفة وتحفيزها للمشروعات الاستثمارية الإنتاجية. زيارة أخرى أجرها رئيس مجلس الوزراء لشركة يانج يانج إيجيبت المحدودة للمنتجات ضمن نطاق المطور الصناعي شركة تيدا للاستثمار، التي تتخطى استثماراتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 2 ملياري دولار من خلال ما يقرب من 140 منشأة صناعية وخدمية. وبنطاق شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية زار رئيس مجلس الوزراء مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، وهو أول مصنع متخصص في مصر في تصنيع اكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء من الساعات الذكية وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية له إلى ما يقرب من 150 ألف قطعة، كما يزيد حجم الاستثمارات بالمشروع على 25 مليون جنيه.
وخلال الجولة تفقد مدبولي مصنع هيمافوم لتصنيع البلاستيك الذي يقام على مساحة 55 ألف متر مربع، وتعد الشركة من أوائل الشركات المحلية المصنعة لهذه المنتجات بطاقة إنتاجية تصل إلى 63 ألف طن سنوياً، وتصدر الشركة نحو 25% من إنتاجها إلى أكثر من 23 دولة. الشركة تسهم أيضاً في العديد من مشروعات البنية التحتية في مصر، ومنها مشروع حياة كريمة. كما زار رئيس مجلس الوزراء مصنع سيراكفيلر لإنتاج أجهزة الإضاءة الذي أنتج كشافات إضاءة الشوارع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وكشافات إضاءة لمشروع تطوير ميدان التحرير، بالإضافة إلى المشاركة في إنارة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير ومشروعات إنارة القاهرة التاريخية. وفي ختام جولته تفقد رئيس مجلس الوزراء مصنع حياة إيجيبت للمنتجات الصحية بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 105 ملايين دولار، ويصدر المشروع 90% من المنتجات بعائد سنوي يصل إلى 55 مليون دولار، وتعد الشركة من أكبر منتجي المناديل الورقية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأفريقيا، ورابع أكبر شركة مصنعة لحفاضات الأطفال على مستوى العالم، وتهدف إلى توسيع نطاق تواجدها مع تقديم منتجاتها للمستهلكين في أكثر من 100 دولة عبر 5 قارات. مشروعات واعدة تضمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تنفذ الدولة العديد من خطط التنمية الصناعية ضمن استراتيجيتها لتصبح مركزاً لوجستياً يصل إلى مختلف الأسواق العالمية. تتواصل جهود الدولة لتحقيق النهضة العمرانية الشاملة، وحققت مصر طفرة كبيرة في قطاع الإسكان خلال عام 2023، حيث بذلت الدولة جهوداً ضخمة وحققت نتائج مميزة جعلتها محط أنظار العالم. طفرة كبيرة حققتها الدولة المصرية وتفوق غير مسبوق أنجزته في إطار خطتها الطموحة للنهضة العقارية التي بدأتها منذ عام 2014، حيث بذلت جهوداً ضخمة وحققت نتائج مميزة جعلت تجربتها العمرانية محط أنظار العالم. الدولة حرصت منذ البداية على تكثيف العمل في مختلف الملفات والمحاور في نفس الوقت لتحقيق إنجاز كبير وسريع، فعملت على كل المحاور مثل محور الإسكان الاجتماعي والمتميز والفاخر، بالإضافة لطرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية، بجانب استمرار العمل على المبادرات التي لاقت قبولاً واسعاً من المواطنين. كما وضعت نصب أعينها هدفاً كبيراً متعلقاً بإنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك استمراراً لتحقيق النهضة وتنمية المدن العمرانية الجديدة وتطوير المدن القائمة بالفعل. وعلى صعيد المدن العمرانية الجديدة، بلغ عددها 61 مدينة بمساحة 2.3 مليون فدان، ويسكن هذه المدن حالياً أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلاً. المدن الجديدة تضم كذلك مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بها خلال الفترة المقبلة 200 مليار جنيه. أما على صعيد معدلات الاستثمار بالقطاع العقاري، فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 بنسبة تجاوزت 42%، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامي 22 و23 وحتى الآن أكثر من 1718 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 7.8 ألف فدان، وتوفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها. كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام 2023، حيث بلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين 629 طلباً، فيما بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من 76
40 مشروعاً في 8 مدن جديدة بمساحة 15.3 ألف فدان توفر 310 ألف فرصة عمل. هي إذن جهود كبيرة ونتائج غير مسبوقة حققتها الدولة في إطار خطتها الطموحة لتحقيق طفرة عقارية. وعن آخر أخبار المال والأعمال نتحول في نشرتنا. أخبار الاقتصاد وفاطمة خليل. فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا محمد عبد الله، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلنت وزارة النقل أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية استقبلت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM نيفادا. يبلغ طول السفينة نحو 366 مترا وعرضها نحو 48 مترا بغاطس يصل إلى 15 مترا، وحمولتها الكلية نحو 150 ألف طن بما يعادل 12 ألف حاوية مكافئة، وستتداول بالمحطة نحو 1530 حاوية. وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة نيفادا الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة، حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 3.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.780 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5955 نقطة. صعد مؤشر EGX 100 بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 8479 نقطة.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان شركة بريطانية لأمن الملاحة البحرية عن اختطاف ناقلة نفط قرب سلطنة عمان، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.24% ليصل إلى 78.52 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.52% ليصل إلى 73.17 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1% لتصل إلى 3 دولارات والسنت للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتسجل نحو 3 دولارات و3 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو قطاع الطاقة المتجددة عالميا بمثلين ونصف بحلول عام 2030، لكنها رهنت ذلك ببذل الحكومات المزيد من الجهود. وقالت الوكالة إن القدرات الجديدة التي أضيفت العام الماضي في قطاع الطاقة المتجددة زادت بمقدار 50% مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلة نحو 510 جيجا وات. ووافقت حكومات العالم على مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة متجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030 وبدء الاستغناء عن الوقود الأحفوري، لكن لم يتم الاتفاق على آلية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية. أعلنت سلطنة عمان إطاراً للتمويل السيادي المستدام، وذلك لمساعدتها في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري ولجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي. أعلنت السلطنة اعتزامها إصدار وطرح أدوات مالية مثل السندات الخضراء والمستدامة والقروض والصكوك لتستخدم الأموال التي تجمع منها في إعادة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة. في الولايات المتحدة زادت أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في ديسمبر، حيث وصلت الإيجارات توجهها السعودي بما قد يؤخر خطوة تتوقعها الأسواق لخفض أسعار الفائدة في مارس. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3% في الشهر الماضي، كما كشفت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار 1000 طلب إلى 202 ألف طلب في تقدير معدل ليعكس العوامل الموسمية للأسبوع الماضي. تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة. وتسبب العدوان على غزة في رفع إسرائيل نفقاتها إلى مستويات قياسية بلغت نحو 54 مليار دولار، مما يستغرق وقتا طويلا لإعادة تنظيم الاقتصاد الإسرائيلي. يضيق الخناق يوما بعد يوم على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بشكل كبير من تداعيات التصعيد على قطاع غزة، وتتشبث سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأي قشة قد تنقذ بياناتها الاقتصادية. وقد تأثرت أنشطة الاستثمارات والأسواق المالية مع زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، فنزفت بورصة تل أبيب أكثر من 16% من قيمتها السوقية بخسارة تجاوزت 62 مليار دولار، كما انخفضت أسهم البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 31%، وفقدت الاستثمارات الإسرائيلية في المحافظ المالية الأمريكية أكثر من 14% من قيمتها، فيما تكبدت الأسهم الدولية المرتبطة بإسرائيل والمقيمة بأصول تبلغ 43 مليار دولار إلى خسائر زادت على 14% من قيمتها في الأسواق العالمية والبورصات الأجنبية وصناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية. أما الشركات الإسرائيلية المدرجة في البورصات الأمريكية والتي تتجاوز 100 شركة فقد خسرت أكثر من 15% من قيمتها وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي. يرى الخبراء أن الأزمة لن تكون عابرة وإنما طويلة الأمد بعد أن أدى التصعيد العسكري في غزة إلى رفع النفقات إلى مستويات قياسية كبدت تل أبيب نحو 200 مليار شيكل أي 54 مليار دولار. بحسب الخبراء
فإن محاولات معالجة الوضع لن تكون مهمة سهلة، بل إنها ستعيد المشهد الاقتصادي في إسرائيل عقداً من الزمان. وصل معدل الإنفاق على الأمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6%، لكنها ارتفعت الآن إلى حوالي 6%، ما يمثل ضرراً بنسبة 1.4% للناتج المحلي الإجمالي. وعلى المدى القصير لن يكون هناك مفر من زيادة الديون والإيرادات، بما في ذلك الزيادات الضريبية، وهو ما كان فحوى الرسالة التي وجهها محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو، وهي رسالة جاءت بعد أيام من تحذير نفس المسؤول من تعرض اقتصاد بلاده لضربة قوية إذا لم يتم تعديل الميزانية وخفض النفقات. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة محمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا فاطمة. تواصل مصر استضافة فعاليات المؤتمر الدولي لطب نقل الدم حتى 13 من يناير الجاري. يهدف المؤتمر إلى المساهمة في أحدث الأبحاث في مجال طب نقل الدم وتطبيقاته من خلال نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم. وأيضا المؤتمر يهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمرضى، وكذلك توفير دم آمن وفعال من خلال تبادل الخبرات والتجارب تجرى خلال هذا المؤتمر. أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خطة لأكبر عملية توسيع للطاقة النووية في البلاد منذ 70 عاما، لدعم استقلالها في مجال الطاقة والإيفاء بأهدافها فيما يتعلق بانبعاثات الكربون. تتضمن خارطة الطريق للطاقة النووية المدنية البحث عن إمكان بناء محطة كبيرة جديدة للطاقة النووية لإنتاج وقود يورانيوم مطور وتنظيم أذكى. ومن شأن الخطوتين معا أن تضاعف الطاقة النووية في المملكة المتحدة بحلول عام 2050 إلى 24 جيجا وات، وهو ما يكفي لسد ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء. والآن مع أخبار الطقس. وقفة أخيرة مع فاطمة خليل. شكرا محمد، شكرا هبة، وأهلا بكم مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الإرصاد الجوي أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المحافظات والمدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 18، الصور 11، اسكندريه 18 11، مطروح 17 10، بورسعيد 19 12، اسماعيليه 18 11، وجوها مائل للبروده. بالنسبه للسويس 18 11، العريش 19 8، طابا 18 11، شرم الشيخ 23 15، الغردقه 23 15، وجوها معتدل. بالنسبه للاقصر 21 9، اسوان 22 9، الوادي الجديد 21 6، شلاتين 25 20، حلايب 22 18، وجوها ايضا معتدل. والان نستعرض معكم درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. والآن نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم والإعلامية شفكي المنيري. مساء الخير يا شفكي. مساء الخير يا هبة، مساء الخير يا عبد الله، وأتمنى لكم كل خير. يعني شايفة كده في آخر خبر الشتاء، الشتاء اللي ما بنشوفوش في القاهرة، احنا بس بنشوفه في أخبار الطقس فقط يعني. صحيح. بس في برودة شوية ابتدت تدخل شوية يعني، عارفة اللي هو شوية، لكن يمكن أهلنا في اسكندرية عندهم أمطار شوية، السواحل ممكن يكونوا حاسين بطقس الشتاء أكتر يعني، لكن عندهم نوة فعلا أكتر، دي النوة بتالي اللي هي بتبقى بعد بداية العام الجديد. لكن القاهرة عموما احنا مستمتعين بشمس جميلة في الصباح يعني، مش هنطمع كتير يعني. صحيح، هو الشتاء في القاهرة لغاية دلوقتي يعني أكثر من رائع فعلا. أكيد يعني نتمنى كل حاجة تبقى إن شاء الله بهدوء وجمال الشتاء اللي احنا بنعيشه اليومين دول. صحيح. بشكرك يا هبة ودايما منورة، بشكرك يا عبد الله، كل التوفيق لكل صناع نشرة التاسعة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ التاسعة، تفضلوا.